يا صباح الفل او مساء الفل عليكم، معاكم شريفة حمدي. ان شاء الله هنقدم الموديل ده مع بعض النهاردة. هو كارديجان، طبعا الكارديجان بيبقى واسع، ده اوفر سايز فيلبس كذا مقاس، بيليق على البنات الرفيعة وبيليق على البنات المليانة. ده من خامة نازلة جديد كده، ترند جدا، اللي هو الستان. طبعا كلنا فاكرين ان الستان بيحرر، بس عايزه اقول لكم ان الخامه اللي نازله دي تحفه 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 يعني، ومناسبه لكذا حاجه يعني، مناسبه خروج عادي ومناسبه سواريه. وسواريه مش نفس الموديل طبعا، موديلات تانية يعني. انا جبت كذا خامه منه وعملت كذا حاجه، فعايزه اقول لكم حابه ان انتوا تجربوه. ده ان شاء الله خد مني 2 متر، هو كارديجان طويل. يلا نبدأ مع بعض الطريقة واقول لكم عملته ازاي. زي ما قلت لكم هو 2 متر، انا عملته طوله حوالي 115. ده احنا كده هنشتغل متطبقين القماش على 4، هنشتغل على الجنب المفتوح، يعني الجنب اللي فوق ده مفتوح واللي تحت مقفول. هدخل عرض الرقبة 8 سنتي وهنزل 2 سنتي، دي حدث الرقبة الخلفية زي ما بنشتغل عادي خالص. والمسطرة بتاعت الرقبة اهو ممكن تعملي بيها، والاحسن طبعا ان احنا نعمل بالمساطر. معلش هو اللون الابيض بس مش باين شوية، بس ما كانش عندي لون مختلف. يبقى احنا قلنا ان ده خامة ستان كده. انا خدت عرض الكتف 20، هنزل 3 سنتي كأننا بنعمل عادي خالص، بس هوريكم ازاي بقى تعملوه اوفر سايز. تقدروا تعملوه بنفس الطريقة برضو الشميز، بس طبعا الرقبة هتبقى مختلفة، وطبعا المرد والاساور وكل الشميز اللي فوق ان شاء الله هنعمله مع بعض بإذن الله. كده انا وصلت، بصوا، بال3 سنتي وخدتهم بنفس الامتداد بتاعها، يعني خدتها شايفين عاملين زي شكل مثلث. او وصلت حدة الرقبة بال3 سنتي اللي هم بتوع عرض الكتف 20، وخدتها على نفس الامتداد. هاجي بقى من النقطة اللي انا وصلت ليها، هنزل حوالي 25 سنتي، معاكي من 25 ل30 حسب الوسع اللي انت عايزاه. انا نزلت حوالي 27 سنتي ودخلت جوه بقى من عند ال27 دي، دخلت 3 سنتي وهعمل زي زاوية قايمة. بصوا دي اهم حاجة في الكارديجان معاكي او الحاجات اللي بتبقى اوفر سايز اهي، وهعمل زي حردة الباطن اللي بنعملها، حاجة بسيطة يعني، اطلعي 2.5 من الزاوية واعملي حردة بسيطة وانزلي على واسع. عايزة تنزلي على خط مستقيم مفيش مشكلة، بس المهم الحتة اللي هي اللي انا عاملاها بكيرف دي لازم معاكي تبقى بكيرف. لو عملتيها زاوية قايمة هتلاقي القماش ده داخل معاكي لجوه من تحت الباط وهيبقى فيه عيب. دلوقتي هنعمل الحردة الأمامية، خدتها حوالي 25 سنتي من أول الفوق اهو، وهاخدها مع حردة الرقبة اللي هي القديمة اللي احنا عاملينها الخلفية اللي هي 8 سنتي، يعني فوق هدخل 8 سنتي زي ما انا من حردة الرقبة الخلفية وهنزل 25، وهاخدها على شكل مثلث بالمسطرة زي الشكل ده كده. بتيجي من عند الاخر كده والطرف من تحت كده من عند السد تدوريها شوية يعني عشان ما يطلعش معاكي فيها عبعبة او حاجة. اهو هقص بقى، بصوا هقص على نفس الرسمة اللي انا رسمتها. ده اوفر سايز زي ما قلنا. يا رب تكون الطريقة سهلة عليكم والتصوير واضح بالنسبة لكم. اهو بصوا هاجي بقى من تحت الباط كده، اهو هاخدها كده على بكيرف كده. دي اهم حاجة زي ما قلت لكم في القص. طبعا انا لما اجي اخيط بقى مفيش تحسوا ان من الطرف كده في زي بوزة كده او حاجة، لا في الخياطة مفيش الجزء ده. انا لما اجي اخيط هاخدها يعني بكيرف وبعد كده انزل خط مستقيم كده. ما ينفعش وانتي في الخياطة تخيطي يعني، ما ينفعش اخيط على الشكل ده. انا كده هاخدها خط مستقيم.
هوريها لكم على المكنه ان شاء الله. دلوقتي بقى هطلع الحرده الاماميه، بس خدت طبقتين بس، الطبقتين المفتوحين، ودخلت الطبقه المقفوله بعيد عن الطبقه الاماميه اللي هي عامل منها حرده الرقبه الاماميه دي كده اهو. بصوا دول طبقتين بس. في حاجه بس انا كنت حابه اوضحها لكم عشان تعرفوا طول الكم بتاعكم هتاخدوه ازاي. دلوقتي انا كده تنيت بعرض القماش، طبعا ده كده حده الرقبه الخلفيه، وعرض الكتف معانا كان 20. هتقيسي من بعد ال20، انا معايا كنت واخده بعرض القماش طلع 15، تمام. طول الكم عندي حوالي 65، هطرح بقى ال15 دول من ال65، لان هو احنا طول الكم عندنا من بعد الكتف. خلاص انا خدت مقاس الكتف 20، فعرض القماش معايا جاب 15 سنتي، فانا هاخد بقى من بعد ال15. دلوقتي انا بعمل الكم اهو، بتني على 4، برسل على برسل، هو كده القماش متني على 4، تنيته طبقتين، وبعد كده على طبقتين تانيين، يعني 4 طبقات معايا، طبقتين مفتوحين من فوق وطبقتين مقفولة من تحت. دلوقتي انا بقى هاخد معايا طول الكم حوالي 50 سنتي، زي ما قلت لكم طرحت ال15 من ال65، بقى معايا حوالي 50 سنتي اهو. تاخدي 50 بقى بعرض العرض بقى بتاع الكم بتاعك. احنا هناك نزلنا 27، انتي نزلتي 30، اعملي عرض الكم معاكي 30، نزلتي 27، بصوا انا هعمله 27. بصوا انا هحاول اوفر في القماش شويه، يعني الجزء اللي هناك ده هسيبه كده، ممكن اعمل بيه صدر فستان طفله او حاجه، سن سنه سنتين، فاهمين؟ مش بخل والله ولا حاجه، بس يعني انا مبحبش اهدر في القماش اهو. كده انا خدت عرض الكم بتاعي 27، نفس اللي انا نزلتهم في الكم هناك في الجسم بتاع الكارديجان اهو. كده علمت كله 27 بخط مستقيم اهو. ده كده الكم بتاع الكارديجان اهو، ممكن تاخديه كده وتقيسي العرض بتاع الكم زي ما انا وريتك كده دلوقتي في الفيديو اهو. بتأكد من طول وعرض القطعة اللي انا هقصها، وهقص الكم خط مستقيم. الاوفر سايز ده، الحاجات الاوفر سايز ده نازله ترند جدا السنه دي، والستان نازل ترند جدا السنه دي، والوانه تحفه وخاماته تحفه، وبينفع بقى فساتين على البحر، وفساتين خروج، وفساتين سواري، يعني الستان السنه دي مكتسح. يعني دلوقتي اهو كده بصوا بوريكم ان الجزء ده ممكن تعملوا بيه اي حاجه. يعني دلوقتي احنا هنقص بقى الباندا او الشريط اللي هو بيبقى قدام في الكارديجان. انا عملته 12، خدت 2 12. ليه خدت 2 12؟ عشان طول الكارديجان معايا طويل وهوصلهم في بعض، والجزء الاخير ده عملته حوالي 10 سنتي عشان الحزام بتاع الكارديجان. يعني دي اول شريطة اهي، هقصها حوالي 12 سنتي، في 2 سنتي هيروحوا في الخياطة، هيبقى معاكي 10 سنتي، 5 قدام و5 ورا، يعني بتتني الشريط على 2 وبتخيطي في الكارديجان. ادي كده دول الطبقتين، الشريطين اللي هيتحطوا قدام او البنطه بتاعت الكارديجان، بتوصليهم في بعض. معاكي عرض القماش مثلا 1.5 متر، هيديكي ما توصليهم في بعض 3 متر، يعني زياده عن الكارديجان كمان، عن طول الكارديجان اهو. ال10 سنتي دول بتوع الحزام بتوع الكارديجان، اتمنى تجربوه، سهل جدا، مش هياخد منكم حاجه خالص اهو. انا بقول لكم كده 2 بنده وواحد حزام اهو. دلوقتي كده معانا الكارديجان اهو. هنقفل اول حاجه بنعملها على طول ان احنا نقفل الاكتاف مع بعض. ده كده صدر الكارديجان معايا، هقفله مع الخلف بتاع الكارديجان. دي كده الحرده الخلفيه، ودي الاكتاف بالشكل ده. للاسف انا الفيديو ما كنتش اعرف ان هو بيصور، فالخياطه
في جزء من الخياطة راح، بس انا عدته لكم تاني بعد ما خيطت، يعني كنتش اعرف ان الفيديو مش بيصور، الكاميرا مش بتصور. هو نقفل الاكتاف مع بعض. طبعا الستان بيتزحلق شوية، حاولي تظبطي الطبقتين على بعض. لو في اي زيادة معاكي ما تخليهاش من ناحية الكتف، يعني من ناحية الكتف كده ما تقدريش تتصرفي فيها، لكن من الرقبة مش قصدي ما تقدريش تتصرفي فيها، يعني هيطلع فيه عيب معاكي في الكتف. دلوقتي بصوا، معلش الفيديو ما كانش بيصور، اكتشفت يعني ان هو بيصورش، انا ركبت الباندا. بس هشرح لكم انا عملت ايه بعد ما قفلت الاكتاف مع بعض. جبت الحردة الخلفية، وبص انا قفلت الاكتاف مع بعض اهو، جبت الحردة دي، الحردة الخلفية بتاع الكارديجان، قسمتها على 2 ونصصتها وعملت فرط في الحردة الخلفية. ليه؟ عشان احط الخياطة اللي هي بتاعت الباندا، هي دي الباندا اهي، الشريطين اللي احنا قصناهم مع بعض هتوصليهم مع بعض اهو، ده بده كده وتقفليه، وبعدين بيتني على 2 كده اهو، وبتركبي الخياطة، الجزء الخياطة ده في الفرط اللي انت عملتيه في الحردة الخلفية اهو، هوريكو اهو بيتني بالمنظر ده. دي كده هي الرقبة معايا، معلش التصوير مش واضح والله، ما كنتش اعرف ان الزاوية مش صح. اهي دي كده نص الرقبة معايا، انا ركبت النص وهرجع اركب معاكم وانا دلوقتي النص التاني اهو. بصوا دي كده نازلة بطول الكارديجان معايا، انا كده هظبطها. دي كده انا بقفله اهو، بركب الباندا في الكارديجان بتاعي. ظبطي بقى الثلاث اطراف مع بعض عشان يطلع مظبوط، وبعد كده بتكويه الدنيا بتظبط. في ناس بتحب تحط فازلين، بس يعني انا شايفه ان هو برضو طلع نتيجته جميله جدا من غير فازلين اهو. بص كده الباندا معايا زياده كمان عن طول الكارديجان. طبعا كل ما بتطولي في الكارديجان كل ما تطولي في الباندا اهو. بصوا دي بقى الرقبه اهو، بقيت الرقبه من فوق، ده الجزء التاني اللي انا هعمله اهو. دي كده اهي، ده نص الرقبه، وانا هخيط الباندا اهو، ده الطرف التاني، يعني في طرف ضعف التصوير انا بصور معاكم بقى الطرف التاني اهو. دي كده نص الرقبة. بصوا الخياطة اللي جاية دي هتبقى خياطة الكتف، يعني بتاخدي داير ما يدور من اول الرقبة بكل الكارديجان، بتركبي الشريط كله اهو. الخياطة دي خياطة الكتف، حطي الطرف على الطرف وخياطي يا دوبك سنتي. اللي من تحت ده الشريط، ومن فوق الكارديجان، وبتخيطيهم مع بعض. بطول الكارديجان بتاعك انا كده خلاص ركبت الباندا كلها اهي، بوريكو اهو ده شكلها. دي كده الرقبة اهو، ودي الاكتاف، وده الكمام. بقى هنقفل مع بعض الكمام. هتعملي ايه؟ هتجيبي الكم بتاعك اهو، انا كده بشوف المطة بتاعتي طول ولا عرض. طبعا المطة دايما بتبقى عرض، في الحاجات اللي هي فيها مطة لازم المطة تبقى عرض، وقسمتها بالنص، وهعمل فرط عشان اعرف النص بتاع الكم بتاعي فين عشان يبقى مظبوط مع الكم. هجيب بقى الكتف بتاع الكارديجان بتاعي اهو، هجيب اخر الخياطة مع الفرط بتاع الكم وخيطهم مع بعض. انا بشتغل معاكم زي ما اي حد مبتدئ بيشتغل. لو انت حابة بقى تاخديه من اوله خالص، وعارفة ان مقاساتك هتبقى مظبوطة بالظبط من اول الكم، من اوله مش من نص كده، براحتك. بس انا بسهل على الناس المبتدئة عشان تطلع معاها الحاجة مظبوطة من أول مرة، ما يتعبوش في فك وتركيب. يعني لو كده ركبت النص الأول
واركب برضو الناحية التانية من الكم. بصوا ده كده كله الكم معايا، بوصله بالجزء اللي فوق. تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى التعليقات، وشكرا جدا للناس اللي علقت لي المرة اللي فاتت. او بصوا كده الكم اهو معايا، قفلته خلاص، ده كده اخر الكم، ودي الرقبة اهي معايا، ودي خياطة الكتف اهو، ده كده الكم هنقفله بقى. طبعا هنعمل الجنب التاني، بس انا مش هعمله معاكم عشان وقت الفيديو اهو. بصوا بقى اهم حتة في الفيديو كله ان انتوا تركزوا فيها، اللي هي الحتة اللي تحت البوط. زي ما قلت لكم هنقفل الجناب اهو، هقفله بقى معاكم، امسك البوط مع البوط، دي اهم حاجة عشان يبقى التقفيل حلو. ده كده بداية الكم معايا، يا دوبك هيبقى سنتي خياطة. ده كله وانتي بتبقي ماسكة الباط مع الباط عشان يبقوا متقابلين مع بعض. اهم قطع، اهم حاجة في الفيديو اهي، ان انتي هتاخدي الحتة دي بكيرف بدوران، متاخدهاش ابدا خط مستقيم عشان ما يطلعش معاكي فيه عيب اهو. بصوا بقى وهاخده بعد كده على واسع. الشكل ده طبعا انتي لو عندك مكنة اوفر مثلا 4 فتلة ولا حاجة، اقفلي على طول على المكنة الاوفر، مش هياخد منك دقيقة اهو بالشكل ده. وبتنزلي لحد اخر الكارديجان. حابة تعملي بقى فتحتين من الجنب براحتك، اللي يريحك انتي في الموديل اللي انتي عايزة تعمليه اعمليه. اهو كده معاكم لحد الاخر. خلاص كده قفلنا بقى الجنب بتاع الكارديجان اهو. بصوا الشكل، بصوا الكيرف ده لازم تحت هو ده اهم حاجة في تفصيل الكارديجان. هاتني بقى هعمل اوفر واتني تانية، ما عندكيش اوفر اتني تانية جوه تانية بالشكل ده. بصوا بقى هنعمل مع بعض الحزام، قلنا عرضه 10 سنتي وطوله بطول عرض القماش. بصوا اهو هنخيط، تيجي الطرف ده تنزلي الإبرة وترفعي الدواس ولفي وخيطي، بدل ما تقعدي تخيطي وتقطعي فتلة وكده. يعني هو نزلي الإبرة في القماش ولفي وترفعي الدواس طبعا، وكملي بقى الحزام لحد الاخر خط مستقيم كده. حابة تكوي طبعا، هو لازم يكوي بعد ما يتخيط بالشكل ده اهو. كده خلاص خيطناه كله، بتبقى هو عرض القماش. لو الوسط معاكي اوسع طبعا بتاخدي، حاولي تاخدي بقى من طول من عرض القماش. بتجيبي اي مفك عندك وتدخليه بالشكل ده، هيطلع معاكي الطرف تروحي شداه بكل سهولة. مع الطرف بقى التاني بتعملي ايه، بتيجي من الطرف ده والطرف ده وتدخليهم لجوه كده بصوابعك، وبعدين تروحي مديه بنط خياطة عليهم، هيبقى تقفيل تحفة معاكي وحلو جدا. وتحاولي بقى ان انت تكويه وتدي بس بنطة شيمة كده على الحزام من بره من فوق اهو بالشكل ده.
بص، نزلت الإبرة ورفعت الدواس ولفيت. طبعا احسن لك انتي اكويه، انا حاولت قعدت اظبطه بس كده عشان الوقت، وكويت فيما بعد يعني. وده كان منظره وشكله معاكم في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يا رب يكون الموديل عجبكم. عايزة اقول لكم يا ريت تجربوه، الموديل تحفة جدا والوانه صيفي جدا. تقدروا تلبسوه على تيشيرت ابيض مثلا، وبنطلون جينز مثلا لون فاتح او حاجة، او لون وسط كده، هيبقى تحفة جدا في اللبس معاك.